الإعلامية الكبيرة إيمان رياض. الإعلامية الكبيرة لمياء فهمي عبد الحميد. الإعلامية الكبيرة دعاء فاروق. عايزة أقول كلمة سريعة علشان بس اللوم على الإعلام على طول على طول على طول، معلش بقى في كل بيت بوق إعلامي كبير اسمه الفيسبوك. الإعلام الموضوع خرج من إيدينا كلنا، أي إهمال أي غلطة أي حاجة مش إحنا اللي بنسلط الضوء عليها، لكن صاحب المشكلة بيحطها بوست على فيسبوك وبيجري كالنار في الهشيم، ولا تقدر توقفه ولا يمكن توقفه. الغلطة بتبان والحاجة الحلوة بتبان، عايزين الحلو بقى هو اللي يبان. مبادرة مبشرة بالخير. الحقيقة أنا بتعالج في مصر فكرة إحنا عندنا مشكلة دايما إن إحنا عندنا عقدة الخواجة، شايفين أي حاجة برا مصر هي الأصح وهي اللي يدفع فيها فلوس وهي اللي نجري عليها باعتبار إن هم خبرة عالية جدا وفي إمكانيات عالية جدا. والله لا، في مصر دكاترة هايلين جدا، في اجتهاد ملحوظ. يمكن أنا كان ليا تجربة إن سنين كتير جدا عملت حلقات كتير في برنامج كلام من القلب، وكان معايا دكاترة كتير جدا كلهم بيسعوا ان هم يدوروا على الافضل والتطور اللي بيحدث كل يوم في مجال الطبي. سمعت النهاردة كلام جميل جدا واحنا قاعدين جوه الحقيقة، انه في حالات كانت ممكن تبقى بتسافر تتعالج برا، لا هم بدأوا يعالجوها هنا. محتاج بس فعلا الاعلام يبقى بيلقي الضوء من الوقت الاخر على المجهودات المبذولة داخل مصر عشان فعلا ننشط السياح العلاجية. كإعلامية شايفة ازاي ننشط لمبادرة زي دي خارجية؟ والله انه برضو زي ما بنقول انه الاعلام احنا نبقى بنلقي الضوء. السوشيال ميديا دلوقتي سلاح هائل جدا عشان نقدر نعرض بيه ونعرف الناس بره مصر احنا بنعمل ايه. شايفه ان ده محتاج مجهود كتير شويه علشان خاطر نوصل للمرحله دي. الاطباء اللي بستضيفهم يقعدوا يقولوا سيوة فيها حاجات معينه وفيها بحيرات مش عارفه بتعمل ايه وبتعالج ايه، وكذا حد يقعد يتكلم عن اماكن مختلفه للعلاج في مصر. كنت بقعد اقول يا جماعه من فضلكم لازم ننوه عنها، يعني مش معقول. وكنت بقول على الشاشه يلا يا جماعه يلا تعالوا وكده، بحكم ان انا في قناه متشافه من دول كتير، لكن هي لازم تطلع بقى. يعني خلاص احنا عندنا بس مش بالقوه الكافيه، احنا محتاجينها تبقى بصوره كافيه وتبقى دخل للبلد. اعلاميين كتير وفنانين اول لا قدر الله ما بيصوبوا بحاجه بيسافروا بره، تقول لهم ايه؟ والله مش بس إعلاميين وفنانين، يعني يمكن نتيجة السمعة اللي برا واخداها، نتيجة انه هنا الإهمال صوته أعلى شوية من الناس الناجحين فبيخافوا وبيطلعوا، وعشان كده احنا موجودين النهاردة عشان نغير الصورة دي ونوصل للناس انه لا، مش كله إهمال ومش كله يعني أخطاء طبية، لا بالعكس. بنتعالج في مصر هو هاشتاجنا، وياريت الكل يتعالج في مصر. دعوة من القلب للقلب لكل الناس في كل دولنا، الدول العربية ودول العالم كله، تعالوا. هتبقى سياحة علاجية وهتبقى فسحة كمان، وهتشوفوا حاجات كتير، هتشوفوا تاريخ مصر وهتشوفوا حاجات إيجابية كتيرة جدا. الدنيا مش كلها سلبيات يا جماعة. أنا بتعالج في مصر وشعار إحنا يمكن رفعناه النهاردة لكل الناس اللي برا مصر سواء كانوا مصريين أو مش مصريين. مصر فيها علاج كويس جدا، فيها اهتمام طبي كويس جدا، بس محتاج إن إحنا ننشط ده. أنا بتعالج في مصر. دعاء فاروق.